نشاهد هذا المشهد ونعود إلى هذا الحوار في هذه الليلة. نتمنى لكم متابعة طيبة. نفسيك برقبتي. اه يا اخويا ما انت فادتني. كرسي نازل على نافوخه تفديه وروح نازل في نافوخه انا. الكركعه دي من ايه؟ تستاهل. استاهل؟ ايوه عشان تبطل تتكلم على الاشرف منك يا بورسان عايز قطعه. لولا انت بس اخر العنقود يا عنبه انا كنت في عصرك. شفتي؟ كنت في عصرك. طيب يا ابو تكعيبه. تكعيب؟ طب نزلوني سيبوني بلاش سيبوني يا عم بلاش سيبوني يا عم بلاش بقول انت لازم تسمع كلامه. انتوا بتتلككوا شد اللي قلت ايه رايك ده؟ كنت عايز حاجه يا محروس؟ انا كنت عايز اضربه. سيبوني ليه؟ فين؟ هو فين؟ اخ فين؟ اهو ربما أيضا مشاهدنا الكريم يتذكر المسلسل العربي أرابيسك مع الفنان صلاح السعدني. كان دورك دور رائع جدا، أتقنتي هذا الدور المركب، كيف استطعتي ذلك؟ وكيف أيضا استطعتي أن تكوني هالة صدقي وفي نفس الوقت هذه الشخصية التي أقنعت الجمهور بأنها فعلا حقيقة؟ هو بصي، شخصية توحيدة في أرابيسك هي شخصية عامة لكل الستات في الشرق الاوسط طبعا، كويس، اللي هو اللي هتلاقيه اي لما بتحب بتتبهدل، لما تحب قوي، ولو حبيبها طلب منها تعمل اي حاجه تعملها، تضحي بحياتها، تضحي تحط نفسها في النار، هي كده. الشخصيه التوحيده دي كانت قريبه مني قوي، يعني ايه، يعني حسيت بيها قوي وحسيت انه انا ما اعرفش ليه، انما طبعا مع الفرق في الحاجات، انما حسيت ان هي قريبه مني قوي، وحسيت انه اغلب الستات فيهم توحيده، عشان كده نجحت، وكل الرجاله حبوا الحبيبه في توحيده، عشان كده كمان نجحت مع الرجال. وهل فعلا هذه الشخصيه يعني متطابقه مع شخصيه هالة صدقي؟ يعني عايزه اقول لك 90% هي كده هالة صدقي. ممكن أن تضحي بحياتك من أجل رجل؟ لا، كنت دلوقتي كنت بس اتعالجت خلاص الحمد لله. لا خلاص كويس قوي كده الحمد لله. ما هي فعلا العيوب التي ترفضينها في الرجل؟ يعني بكره في الرجل يمكن أنانيته، يمكن عدم تقديره للي بتعمله المرأة. بس ده مش في العموم برضو. هتلاقي في كل، هتلاقي في يعني برضو في ايه، انا ما بحبش يبقى في حاجات عامة. هتلاقي برضو في رجالة لا بتحترم او بتقدر عمل المرأة. بتقدر الـ يعني اي مجهود هي او اي عمل هي بتعمله بيقدره. بيحترم مشاعرها، ما يجرحهاش، ما يخونهاش. هنلاقي ده وهنلاقي ده، بس انا بكره في الرجل هي حته شويه، يعني حته الانانيه شويه بتبقى عاليه شويه، بس يعني هو بيبقى هو الاول دايما باستمرار، وبعد كده اي حاجه تاني. نعم. وهل تتنازلي ممكن عن حقوقك في مقابل حبك للرجل؟ والله انا تنزلت عن كل حقوقي في يعني انا في طبعا بالنسبه للزوج اللي انا كنت متجوزه، او يعني لسه ربنا يسهل يعني. كنت متنازله عن كل حاجه، يعني سبت شغلي وسبت حياتي
عملت حاجات كتيره يعني، مفيش داعي ندخل في تفاصيل، انما طبعا لان انا كنت حابه ولان انا كنت عايزه اعمل بيت وعايزه اعمل اسره وداخله بعد قصه حب. نعم. فاكيد كنت داخله نيه كويس. نيتي كانت صافيه. نيتي كانت كويسه قوي والله. لا، هل التجربه فعلا جعلت الان يعني اي انسان يمر في اي تجربه قد تترك هذه التجربه اثار في النفسيه، فما تركت، هل تركت لديك عدم ثقه مثلا في الرجال ام؟ بكل صراحه نعم. يعني انا في، لانه اصل هو تجربه الجواز والمشاكل دخلتني في مجالات كتيره قوي مع ناس كتيره قوي كان لا يمكن ادخل فيها. يعني انا اقصى مشكله كانت عندي ان الجيران عملوا لي محضر ان الكلاب بتهوهو. دي يعني دي كانت يعني اللي هو يا خبر الدنيا اللي هو خلاني والبيت وتليفونات انه ازاي يعني حاجه كده، فاهمه؟ فتصوري لما تكون واحده حياتها بالهدوء ده لفجاه تنقلب الى محاكم وقضايا ومشاكل ومحضرين وبهدله، يعني عارفه ازاي بهدله. وكل ده علشان ايه؟ علشان انت حبيتي وحبيتي انك تعملي اسره او بيت. بس ايه، مش عايزه اخد، لانه عارفه الحرب بين الاثنين ما بتبقاش لطيفه وما بتبقاش عادله. يعني انا دلوقتي عندي امكانيه ان انا اقول واطلع نفسي ملاك، بس ده مش عادل لانه الطرف الثاني مش موجود. من السهل بالنسبه لي كممثله عندي الصحافه، ممكن اشهر واكتب كلام اللي انت عايزاه تكتبيه اكتبيه وفرصه للصحفيين. بس ده مش عادل وده مش كويس، ومش لازم اي اتنين ينفصلوا او يسيبوا بعض او يتطلقوا لا قدر الله ان يكون هو وحش او هي وحشه. مش لازم تبقى هي ست مش كويسه ولازم هو راجل مش كويس وبخيل وكل واحد بيحاول يقول اي نعم. لا يعني ليه المسائل ما تبقاش ابسط من كده وتبقى اهدى من كده، وانه الاتنين دول ما نكحوش مع بعض، تركيبتهم ما نجحتش مع بعض. نعم. او هو له طريقه تفكير مختلفه. نعم. طريقه التفكير والحاجات دي ما بتبانش الا لما بتقفل عليهم اربع حيطان. نعم. يعني الحب والكلام ده قصه، والجواز قصه تانية خالص. فليه الناس دايما بيبقى لازم يشهروا بعض ولازم يبهدلوا بعض ولازم كده، ولازم المحامين يتدخلوا وكل واحد يتبرع ويتبارى انه يقضي على التاني؟ ليه المسائل ما تبقاش بالهداوة. وميرسي وباي باي وتبقى كده. نعم، ولكن هلا فعلا هناك سؤال ايضا للفنانة هلا صدقي، عن لماذا كل هذه الاخبار عن زواج وطلاق الفنانات وبكثرة؟ هل لانهم تحت الاضواء ام ان هناك امور اخرى؟ بصي، زواج الفنانة بيبقى صعب ليه؟ لانك انت لازم تتجوزي راجل عنده ثقة في نفسه، دي نمرة واحد. نعم. اللي عنده ثقة في نفسه ده مش هيهمه ان مراته دي مشهورة، معروفة عنه، ناجحة عنه. هتلاقي 90% نعم. من الفنانات بتبقى حتة ان جوزها شايفها انجح منه، انه بيقولوا ده جوز فلانة. نعم. مش مرات فلان، فاهمة؟ نعم. الحاجات الصغيرة دي بقى دي اللي بداية الكوارث. نعم. انه زي مثلا تيجي دعوه الفنانه فلانيه ومش عارفه. نعم. ايه وزوجها ازاي. في ناس طبعا ما تبقاش عارفه. نعم. البروتوكول ايه او الذوق ايه او بتاع، بس الزوجه ما تتعاقبش عليها. نعم. فاغلب الفنانات بيبقى سبب الطلاق والجواز هذه الامور، هو لو واثق من نفسه وواخد نجاحه وحاسس بقيمته وحاسس بوجوده في المجتمع. نعم. وانه دي مراته، يعني بالرغم من انه نجاحها وشهرتها بس دي مراته تبع ليه برضه. نعم. فاهمه؟ لو الراجل يفهم ده ويقدر ده تاكدي انه لازم هتنجح. نعم. قبل ان ننتقل من هذه النقطه الى اتصال وايضا بقيه الاسئله، فهمت او ما وصلني بانك تطالبين بالطلاق وبشده. وان الطرف الاخر معترض على ذلك. فهذه فرصة إذا كان يشوف اللقاء. ست سنين وهو معترض. ف وهو ده تقريبا ده، يعني مش عايزة أقول هو شغل لماذا محامين. لماذا هل يحبك إلى هذه الدرجة؟ يعني المفروض بقى يعني بقى. الله أعلم. لا طبعا مش حب، أصل الحب. نعم. الحب بقى إيه؟ إنك أنت لو أنت بتحبي مش ممكن تجرحي.
ممكن تضايقي، ممكن تغيظي، ممكن كده. انما لما توصلي انك تجرحي، حتى لو مش هو، حتى لو المحامين بتوعه اللي ادوا له الاراء دي او اللي ادوا له اسلوب الحرب ده، انهم يستغلوا شهرتي او ان الناس عارفاني، ان هو يديهم حتى الفرصه ده، ده مش ممكن يبقى حب ابدا. ده مش حب، دي حاجه بعيده عن الحب. الله اعلم. بس في النهايه يعني هو ظلمني وظلم نفسه يعني. اكيد هو كمان اكيد لانه دفع ثمن غالي برضو، لانه اخذ احكام وكده، فدفع يعني. مش عايزه اقول ضحيه محامين، بس ضحيه ان احنا ما بنفكرش. نتمنى لك ان شاء الله طلاق ممتع ان شاء الله وحياه ان شاء الله تكون مريحه يا رب. معنا اتصال هاتفي من الكويت. الو. الو، يا هلا. الله بخير. الله بالنور. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. يا هلا فيك. اول شيء احب اقول يعطيك العافيه الاخت ناديه صقر. مشكور. واحيي المخرج والعاملين في هالبرنامج الشيق جدا جدا. شكرا جزيلا. يعني ونتمنى ان بعد رمضان ان شاء الله ان يرجع هالبرنامج، لانه جميل جدا جدا، والضيوف اللي تجيبونها عزيزين علينا وعلى الكويت. الله يخليك. تسلم يا رب. ان شاء الله الله يكتب للبرنامج الاستمرار. يعطيك العافية. أحب أسأل الفنانة والأستاذة هالة صدغي. أيوة، أهلا وسهلا. حياك الله في ديرتك الكويت. أهلا بك. وإحنا الصراحة شايفينك بالشاشة جميلة وأحلى من اللي قاعد نشوفها في الأفلام يعني. الله يسلمك. على الهواء مباشرة. الإضاءة كويسة. الإضاءة هنا كويسة. واللي عمرك. ونبي أسألك سؤال يعني. تفضل. لو كنت وزيرة الإعلام في مصر، ماذا ستفعلين للفنان المصري؟ الفنان المصري؟ أيوة. هعمل له حاجات كتيرة قوي. هو أنا عايز أقول حاجات حاجة. الحاجات اللي أنا كان ممكن دلوقتي أطالب بيها أوريدي لقيتها موجودة، لأن أنا مؤخرا بصور في استوديوهات 6 أكتوبر عندنا. لقيت البلاتوهات على أحدث مستوى. لقيت حاجات، مدينة إنتاج إعلامي ضخم. يعني قد إيه شيء مشرف ويسعدني كفنانة إن ده موجود في بلدي، ومش في بلدي، أنا عايزة أقوله إنه في الوطن العربي كله، لأنه طبعاً الاستوديو ده مفتوح لكل المحطات العربية، يعني في محطات عربية فضائية ومأجرة في الاستوديوهات دي علشان تشتغل فيها، فده مفتوح للوطن العربي كله مش لمصر بس. وما كنتش يعني لو ما كنتش رحت صورت في 6 أكتوبر قبل ما أنا أجي كنت هقول ده، بس كويس ان انا شفته لانه شيء مشرف ومحترم جدا جدا. ففرصه ان انا بحيي وزير الاعلام المصري ان هو بدا الخطوه دي، لانها كان يمكن كانت متاخره، يمكن اللي انا بعتب انها كانت متاخره قوي، بس يمكن كانت ظروف بلدنا ما تستحملش ان احنا نعمل الانجاز الضخم ده. شكرا لسؤال الاخ يوسف ناصر. وننتقل ايضا الى الشارع الكويتي حيث وجود الميكروويف هناك. مساء الخير. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا، تعرف على اسمك؟ نواف عبد الله الجنائي. يا هلا يا نواف. معك الفنانه هلا صدقي من حبيبتنا مصر. اي، بغيت اسالها سؤال، يعني شنو اللون المفضل حقها؟ اللون يعني الشيء اللي تحبه دائما، يعني وقت اللي تبي تلبس الملابس. أو انت تدري اخ نواف احنا لابسه الحين رمادي، طبعا لون الموضه الحين الرمادي على فضي شويه. وليش ما تمنح دور البطوله المطلقه لما الحين دور البطوله؟ شكرا يا نواف. عفوا. هو انا من احب الالوان ليا الاسود، انا بعشق اللون الاسود، يمكن دولابي فيه 90% من هدومي اسود. واللون اللي بيجي بعديه على طول هو لون الموف، بحب الموف جدا بكل درجاته. ده بالنسبه للالوان. بالنسبه للبطوله المطلقه انت يمكن مش حاسس بيها قوي يا نواف، لانه اغلب يعني السينما، هقول لك عملت الهروب، قلب الليل، فخ الجواسيس، دي كلها كانت بطولات مطلقه. انما بالنسبه في التلفزيون البطوله بتبقى فيها يعني بطوله مشتركه. بيبقى عمل جماعي، كل واحد بيبقى بطل في دوره. وبعدين على فكره انا ما بدققش قوي في حكايه دور البطوله المطلقه ده، لانه في ادوار صغيره ممكن تعلم اكتر من دور البطوله.
شكرا لنواف. ايضا معنا اخت عزيزه من معنا، تعرف عليش؟ السلام عليكم. يا هلا حبيبتي. معك هدى عبد الله. اهلين يا هدى. ومعك فنانتنا هالة صدقي. اهلا، ارحب فيك بالكويت. وين هي؟ ترحب فيك. اهلين، شلونك؟ ما ادري، انت مكسوفه؟ مكسوفه لان اول مره تطلع بالتلفزيون، بس شكلك وايد حلو على فكره. اول عينيكي حلوه. شنو سؤالك؟ شنو استفدتي في مشوارك الفني؟ ماذا استفدتي من مشوارك الفني؟ مشكورة حبيبتي. طبعا استفدت حاجات كتير، استفدت حب الناس واحترام الناس، استفدت انه بقالي كيان ووجود. نعم. استفدت ان انا بشتغل شغلة انا بحبها وبستمتع بيها. ده كفاية قوي. مش ندمانة على انك اصبحتي ممثلة؟ اطلاقا. يعني انا ممكن كنت ابقى ندمانه لو انا مش ممثل، لان لو كنت انا وانا صغيره كان نفسي ابقى جراحه مخ واعصاب، يعني حاجه غريبه قوي. انما طبعا كان ممكن اندم لو بقيت جراحه مخ واعصاب، لان كان في مليون حد هيموت في ايدي. بس الحمد لله ربنا ستر وبقيت امثل بس. نعم. الان التمثيل، هل هناك هوايه معينه مثلا الى جانب التمثيل، ام فقط تمثيل وبس؟ لا، هو التمثيل بس. عندي هوايات طبعا، الرياضه هوايه. السفر هوايه. الى اين سافرتي هلا صدقي؟ سافرت في حتت كتيره طبعا، قوي قوي يعني. احلاها؟ احلى بلد انا بحبها، احلى بلد انا بحبها اليونان. اليونان؟ اليونان، انا بعشق البلد دي. وما تتصوريش ببقى فرحتي وبعدين بسافر ببقى لوحدي بطولي خالص، مفيش حد معايا، محدش بيصدق انه انا ببقى مستمتعه قد ايه، لانه اي حته بلد فيها بحر وفيها ميه ببقى تقدري تقولي ايه، بنعمل غسيل لنفسيتك كلها. الممثل بيبقى محتاج، او مش الممثل، اي واحد بيتعرض في شغله لضغوط شديده. نعم. او كده لازم من فتره الى اخرى انه بيستعيد نفسيته وبيستعيد الخلايا بتاعت مخه، لازم تجدد نشاطها. نعم. فده مهم قوي. فاليونان يمكن البلد الوحيده اللي بتحبيها، اللي ببقى حاسه ان انا في بلدي مش بعيده قوي. نعم. فاهمة؟ القريبه. نعم. طبع شعبها قريب مننا كعرب. نعم. ما اعرفش، بحس انهم قريبين مننا. نعم. اذا في اثناء ايضا الترحال والسفر، هل تشاهدين افلام هناك؟ هل تشاهدين بعض اعمالهم الفنيه؟ وما تاثير مشاهداتك على اعمالك؟ هل تقتبسين ادوار معينه، اداء معين؟ لا، هو طبعا هناك في اليونان ما بتفرجش على افلام يوناني. نعم. خالص. ولكن حكايه الاقتباس دي انا بكرهها، وحاجه مش ناجحه، لانه لسبب انه. نعم. الافلام اللي بتتعرض مثلا في امريكا او بتاع دي بتتكلم عن مجتمع معين. حتى لو حاولتي تمصريها. نعم. بتبقى مسخ. نعم. غير انك انت مثلا تبقى فكره عالميه ممكن تحوريها، ممكن تشوفيها من وجهه نظر اخرى. ممكن. انما انك انت في، انا بشوف افلام تبقى منقوله بالكدر كدر كدر. وبعدين احنا لا يمكن نقارن نفسنا بالناس دي، لان الانتاج عندهم بيتكلف ملايين. احنا عندنا المسائل كويس قوي، احنا يعني فعلا عبقرة ان احنا في الامكانيات دي وفي الجو ده وفي الوقت ده بنقدر نطلع افلام جيده كده. نعم. فاهمه ازاي؟ نعم. يعني التحميد. نعم. كل حاجه. وبعدين انت في فرق انك انت بتوزعي فيلم على العالم كله فبتجيبي مليارات، وفي فرق انك انت الوطن العربي قد ايه صغير، السوق. نعم. عندك صغير، فما ما تكاليف الانتاج ما تستحملش، فما ينفعش ان احنا كمان نقارن نفسنا بيهم. نعم. هناك ماده سنشاهدها سويا ونعود ايضا الى اكمال هذا الحوار. شاهدنا معا مشهد من فيلم الهروب، كنت أمام الفنان القدير أحمد زكي. في هذا الفيلم ماذا كان دورك بالضبط؟ دور غازية. نعم. دور غازية في أفراح بقى درجة رابعة. نعم. وبتحب قوي، واللي بتحبه ده
كان المفروض ان هو هارب من العدالة، فهي نعم. اللي بتقويه وبتحاول تهربه. نعم. وانا خدت حتة ألم في الفيلم ده، عايزة اقولك اتلطشت في حتة ألم من يوميها. نعم. بطلت بقى حكاية اللي هو الواقعية دي، لا علشان ممكن كان فكي يروح فيها يعني. الألم وبعدين كنت انا حتى حسنة في فبعد ما اخدت الألم طبعا تنحت شويه وعايزه اعيط، مش قادره، خايفه نسيت الكلام ونسيت حاجه، بس ايه استوعبت بسرعه علشان ما هتعيد هتضرب تاني، فايه احترمي نفسك وركزي عشان ما تتضربيش تاني. وعملت الشوت، وبعد ما خلصنا الشوت فالماكير بتاعي قال لي الحسنه طارت في الالم. بقيت بقى بعيط، بقى مش عارفه انا بعيط من الالم ولا ان انا هتضرب تاني ولا ايه. فعيدنا الشوت تاني للاسف واتضربت تاني، وطبعا وشي بقى اللي يعني ايد الزميل احمد يعني مرزبه يعني. طيب هو لازم علمت يعني على وشي، لازم يعني تكون الضربه قويه ولا ممكن؟ احمد زكي بيضرب فعلا، بيضرب بجد، بيضرب بجد. وانا زميله رغده قبل كده قالت لي، حذرتني، قالت لي خلي بالك لو في مشهد عندك فيه ضرب خلي بالك، لان احمد بيضرب بجد. بس انا ما كنتش متخيله مش كده يعني. طبعا هو بقى اللي قاعد يعيط جنبي انه عمال يعتذر لي ويقول لي انا اسف، وانا بس اتضربت خلاص. ولكن هذه الادوار، دور العالمه، دور الغجريه، هذه الادوار هل تناسبك؟ هل تجدين فيها ذاتك؟ ولماذا تقبلين فيها، وخاصه انك كثير لك هذه الادوار كثيره بالنسبه لك؟ لا مش كثيره ولا حاجه، انا عملت غزيه في ده في الفيلم ده، وفي مسلسل عملته مع صلاح السعداني. نعم. قهوة المواردي. هو ده بس الوحيدين اللي انا عملت فيهم غزية. ودور بدوية، ودور مع عمري ما عملت، عملت مرة بدوية زمان بس ما نزلش مسلسل، ما نزلش. نعم. ودور ايضا قبل قليل في الارانب، غزو الارانب. لا غزو الارانب دي فراشة ملهاش علاقة ب... نعم. وعملت في قلب الليل مع نور الشريف، عملت فيه بدوية. نعم. بس هم دول، انما بالعكس انا اتمنى ان انا اكتر في الادوار دي يعني. نعم. انا اتمنى، لانه احنا الجمهور بيحب نوعية الادوار دي. نعم. ننتقل الى الميكروف ايضا، هناك مجموعه من الاسئله. من معنا؟ من ويانا؟ محمد خليفه. محمد يا هلا فيك في حوار النجوم الليله، نتمنى لكم سهره حلوه برا، وداخل الاستديو معكم الفنانه القديره هلا صدقي. حبيت اشارك الفنانه هاله صدقي. نعم. وارحب فيها بلدها الثاني الكويت، وانا يعني من المعجبين جدا بالادوار التي قامت فيها الفنانه هاله صدقي. حبيت اوجه لها سؤال. نعم. ما هي اهم دور قامت فيه الفنانه هاله صدقي وترك بصمه واضحه في حياتها؟ اهم ادوارك، هو انا في كل في كل يعني ايه، هو في مراحل. نعم. يعني يعني اقدر اقول لك ايه، مثلا لا يا ابنتي العزيزه. نعم. دخلت على مرحله كوميدي لايت، مش كوميدي قوي، هو مع الفنان محمد صبحي في مسلسل رحله المليون وما بعد المليون. دخلت في مرحله ثانيه، حاله خاصه الرومانسيه مع الله يرحمه الفنان الكبير كرم متاوع. دخلت في دور الغجريه والغزيه في الهروب. دخلت في مرحله ثانيه اللي هي ارابيسك اللي هي بنت البلد. يعني مراحل، انما ما فيش، انما ممكن تقولي الدور اللي علم قوي مع الناس هو ارابيسك، ودور انا عملته وبعتز بيه جدا كانت سهره تلفزيونيه مع تاليف الفنان الكبير اسامه انور عكاشه. نعم. وكنت عامله فيها مرات بواب مجنونه، ودي اخذت عليها جايزه احسن ممثله في مهرجان التلفزيون الاول، ودي يعني من يعني تعتبر علامه من علامات الاعمال اللي انا عملتها. نعم. ايضا هناك سؤال اخر. مساء الخير. الو. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. شلونك فنانه هلا صدقي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبتي. الو. ايوه. ارحب فيك طبعا في بلدنا الثانيه الكويت. ميرسي. في بلدك الثانيه الكويت. الله يخليك. وبقيت اسالك سؤال. تفضلي. هل تنوي الفنانه هلا صدقي القيام باعمال تاريخيه؟ هو انت كده يعني زنقتيني قوي في السؤال ده. بصي هقول لك حاجه، الاعمال التاريخيه للاسف
بتبقى محتاجة لغة عربية، وأنا زيرو لغة عربية، ودي كارثة أنا بقولها للمشاهدين على الهواء، وده عيب خطير جدا 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 أنا عارفة، بس أنا حاولت أحب، ما أنت لازم تحبي الحاجة، حاولت أحب اللغة العربية ما عرفتش، يعني لقيت إن مش عارفة بعدها أن، والفتحة تعمل بعدها كسرة، فبقيت اتلبخ بقى ان انا ايه ابقى بمثل واقول اللي جاي ده بقى جر، اه في حرف جر يبقى لازم كسره، فبقيت اتلبخ، بقيت يعني ايه حاولت، يعني حتى الفنان حسين فهمي له موقف طريف في حكايه اللغه العربيه، قالوا له برضه لغه عربيه، قال لا مستحيل وبتاع وحاجات زي كده، فكان اول مشهد له ان هو بيركب فوق حصان وبيجري، فبعد ركب وما فيش حوار، فقال الله طب ما اللغه العربيه سهله، هو دي ما قلتش حاجه، فانا لو يبقى صامت ممكن اعمل اعمال تاريخيه. نعم، لماذا لم تحاولي أن تأخذي دروس في النحو مثلا؟ حاولت، بس أنا من وأنا في المدرسة في ضعيفة قوي في النحو، وبعدين حتى بعد ما بقيت ممثلة حاولت أدي نفسي فرصة أن أنا أتعلم لغة عربية، بس يعني عارفة بحس يعني يمكن العرض بتاع الحاجات التاريخية بتحسي دايما فيها ما فيهاش تلقائية ما فيهاش طبيعية، فبحس أن أنا يعني مجرد ما انا بفكر في دماغي خلاص مش يعني فقدتي الطبيعيه. نعم. فخوفا من دي. نعم. ان انا ابقى بمثل بجد بقى. نعم. فهتبوظ مني، مش هفلح انا عارف. نعم. ايضا هناك مفاجاه من المخرج، هناك مشهد من عمل مسلسل اعتقد، نرى معا ونعود سريعا. لك ذكريات كثيرة في هذا المسلسل. اه طبعا، الزميل العزيز صلاح السعداني ده اخويا بجد يعني. نعم. ايضا ما هي المواقف التي مررت فيها اثناء تصوير الفيلم العربي مع يا دنيا يا غرامي مع ليلى علوي وايضا الهام شاهين؟ كيف كانت هذه الذكريات واشياء لم نراها نحن؟ هو في موقف كده يعني طبعا ايه، هي ليلى صديقة عزيزة وإلهام من أعز صديقاتي، يعني لازم يبقى في تليفونات باستمرار بيننا وكده، وحقيقة أنا قبلت الفيلم علشانهم، علشان أبقى معاهم يعني. يعني هما اللي خلوني أخد الفيلم فعلا. بس أنا فاكرة أنه في يوم كان برضو نرجع للصحافة، كان في برضو جريدة اللي هي اللي اتقفلت دي برضو. نعم. جريدة كانت كاتبة خبر عني وخبر. نعم. عن إلهام وخبر عن ليلى، إن احنا بنتخانق على طول وإن احنا في مشاكل بيننا، وما كانش في حاجة من دي خالص يعني، وإحنا مش عارفين مين اللي ورا الخبر. نعم. ده فكنا بنصور في مكتب ما. نعم. وجي الصحفي ده، فأنا شكيت يعني، هو كان جاي لي ليلى وانا والهام قاعدين، فدخل حتى ما قالش مساء الخير. وعاده لما بيبقى في صحفي بيلاقي مثلا ممثلين او بيحاول انه ياخد اي اخبار منهم، حتى مش لازم يعمل معاهم لقاء. نعم. بس بيبقى فرصه انه موجودين فياخد منهم اي خبر. فالحقيقه دخل ويعني ايه بس كده وايه وراح خارج على طول. فانا قلت للهام، قلت لها بقول لك ايه، الراجل ده مريب، مين ده؟ ده اسمه ايه؟ كنا عرفنا اسم اللي بينزل الاخبار دي واحنا مش عارفين هو مين. نعم. فطلع ان هو، وليلى ما تعرفش، فليلى معاه جوه بتعمل معاه حوار بقى. فاحنا عايزين ننصحها وننبهها ان هو ده اللي عمال طول النهار ينزل علينا اخبار، ان احنا طول النهار بنضرب بعض وبنشتم بعض وبنتخانق، وطول النهار ينزل علينا اخبار غريبه كده. فسالنا اتاكدنا ان هو، وهو خارج، فإلهام قالت له مش عايز تاخد بقيه اخبارنا يعني؟ قال لها اه قوي. فدخل عارفه حاسس ان هو عامل عامله وقلقان مني انا. فليلى قلت لها ده هو ده اللي طول النهار بس قفلنا عليه الباب وبس يعني. طبعا اداناله بقى ايه درس في الصحافه وفي الضمير. نعم. وفي فدي كانت من والناس بره بقى ايه، احنا قافلين باب علينا بالمفتاح، الناس بره بقى عاملين يسمعوا صريخ وزعيق، ما احنا الثلاثه هجمنا عليه يعني الثلاثه هجمنا عليه واخدنا الشريط بتاعه، بعترف اهو بقى على الملا، خدنا الشريط اللي هو اللي بيسجل عليه وقعدنا قطعناه له يعني عشان يوصل له ان احنا قد ايه
الحكايه دي بتاثر فينا. وقد نعم. ليه كده؟ نعم، معنا مكالمه هاتفيه من الكويت. الو الو، يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي، اهلا وسهلا. يا اخت نادي على البرنامج. تسلمين حبيبتي، يا هلا. ممكن اكلم الاخت هاله؟ تفضلي. الو الو، يا هلا اخت هاله. اهلا يا ام، اهلا فيك بالكويت. اهلا بيك. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. شنو صفات الممثل اللي تحبين تمثلين قدامه؟ صفاته. وممكن سؤال ثاني؟ تفضلي. وهل يعني تحبي تفكرين يعني انك تمثلين مع فنانين خليجيين؟ يعطيك العافيه. شكرا. فهمت. يا ام بدر، اهلا وسهلا. طبعا مواصفات، ما فيش مواصفات معينه غير انه هو يبقى صح قوي في الدور، وانه الدور انه هو يقدر يخدمه. في ممثل الدور ياخد الدور ويقع حتى لو كان مكتوب كويس، وفي ممثل لو معاه دور صغير ياخده وبيطلع لو هو ملائم له. ف ملياش مواصفات معينه غير انه بيبقى حابب شغله، وانه حابب الدور وجاي يشتغل حبا في الفن فقط. بالنسبه لشغلي مع فنانين خليجيين، حصل ان انا عملت مسلسلين باللهجه السعودي، وكان اغلبهم ممثلين من السعوديه فعلا، ولغايه دلوقتي. بس كخليجيين ما حصليش الشرف للاسف. شكرا لام بدر على اسئلتها، وايضا هذه مكالمه من قطر. الو الو، يا هلا. يعطيك العافيه اخت ناديه. اهلا حبيبتي، احييك على البرنامج الحلو. مشكوره يا عزيزتي، واذا كان في سؤال تفضلي. مساء الخير اخت هالة. اهلا يا ريم، ازيك؟ الحمد لله. ودي اسالك سؤال. تفضلي. شنو اللي ينقص الفنانه العربيه بالذات، يعني الفنانه وصولها الى العالميه؟ وبعدين شنو اسوء صفه في الفنانه هالة صدغي؟ الايه اخر سؤال؟ احلى صفه؟ شنو هي اسوء صفه؟ احلى صفه؟ الفنانه هالة صدغي. احلى صفه. شكرا. لا مش احلى صفه. احلى صفه. اسوء صفه. ايوه اسوء صفه. اسوء صفه. مشكوره يا ريم على السؤالين، وتحياتنا لك ولاهل قطر. تفضلي هالة. هو اسوء صفه، خلينا في السؤال الاخير، هو اسوء صفه فيا انه ان انا كنت بصدق الناس، يعني عندي حسن النيه ده كان سيء جدا. فكان بيعمل لي مشاكل كتيره قوي، كنت ووقعت نفسي في مشاكل كتيره قوي بسبب حسن النيه. انما الصفه اللي فعلا ممكن تقولي انها مش كويسه، انه فجاه بصور من غير مقدمات، يعني ببقى هاديه مثلا، يبقى في حاجه مضايقاني او بتاع، بفضل هاديه هاديه هاديه، وفجاه ما بعرفش اعمل كنترول، فبروح سايره مره واحده، فممكن اللي جنبي يتخض ويقولوا ايه دي، مالها، في ايه، بس برجع اهدى تاني. هي دي الحته دي فعلا فيا، يعني مسائل بتبوظ عندي، ما بعرفش اعمل كنترول. وكيف تصلي الى العالميه؟ لا العالميه دي يعني ايه، انا عايزه اقول ان العالميه مش ان احنا ما عندناش القدره، او عندنا الفنانين او الفنيين اللي يوصلوا للعالميه، لا، عندنا القدرات دي كويسه وجيده جدا، ولكن احنا العالميه وقت ما كان مثلا عمر الشريف او صوفيا لورين او الناس اللي هم ما كانوش امريكان ووصلوا الى العالميه، لان كانت السينما الامريكيه وقتها في حاجه، او كانت موضه، او في مواضيع يصلح انه يبقى فيها حد اجنبي. ولكن دلوقتي احنا موضوعاتنا ما ينفعش تطلع الى العالميه، لان احنا اغلب افلامنا واغلب مواضيعنا محليه، فما ينفعش انها تطلع للعالميه، الا اذا عملنا موضوع يهم العالم كله، بس ده برضو لازم يبقى له امكانيات معينه عشان يطلع بشكل مشرف. شكرا لاتصالاتكم بشكل عام. وفي الدقائق الأخيرة بودنا أيضا أن، هناك أسئلة كثيرة لم نسألك عنها، ولكن من الذي يلعب بمزاج هالة صدغي؟ من الذي يجعلك تعيسة، ومن الذي يجعلك سعيدة؟ اللي بيخليني تعيسة طبعا إحساسك بالظلم. الإحساس بالظلم ده بيبقى إحساس قاسي جدا جدا. وبالسعادة أنك أنت بتعملي عمل كويس، والمجهود اللي أنت بتعمليه بتشوفي رد فعله. نعم، إذن الظلم لأي إنسان ظالم ممكن. لا هو أي الذي. إنسان طبعا. نعم. وما رأي هالة صدغي فيه؟ هالة صدغي والفوازير. لا الفوازير دي بتعتبر مقبرة لأي ممثلة لو
غير جديرة بها أو عندهاش الإمكانيات أنها تعمل الفوازير. نعم، كيف تكون مقبرة وما هي الإمكانيات المطلوبة؟ الفوازير اتحجمت في الرأس والاستعراض والإبهار. نعم. انت انا شخصيا ما بعتبرهاش ميزة قوي، لانك انت بتحرقي 30 شخصية في شهر، يعني صوري انا على مدى عمري ممكن اعمل 40 50 شخصيه. نعم. وتبقى ايه يعني، انا قلت لك عملت الغازيه، عملت المدرسه، عملت البدوي، يعني في مراحل في سنين، ما صوري لما اعمل كل ده في شهر واحد، فطبعا انا يعني بتحرق بالنسبه للجمهور. نعم. ببقاش عندي الحاجه الجديده اللي انا اقدر اقدمها. نعم. وبعدين الاستعراض والرأس ده بيبقى له ناس معينه متخصصه، انا اقدر ادي دور ابقى فيه رأس بس ما اقدرش اعمل مش دي، يعني مش انا، فاهمه ازاي؟ لازم يبقى فيه المسائل تبقى. وبعدين احنا خلاص خلينا عملنا شكل الفوازير، لازم يبقى فيه رأس وفيه. نعم. استعراض، خلاص الناس حبت ده وحافظت ده وصمموا على ده، فده يعني لا بعيد عني ما ينفعش. نعم. وما رأي ايضا الفنانه هاله صدقي في تضاءل القدره الفنيه عند الفنانين او الفنانات بالذات الوجوه الجديده واعتمادهم في اغلب الاوقات على الشكل وعلى المظهر والجمال؟ بالعكس انا مش شايفه كده خالص، يعني هو في جيل جديد طالع وبالعكس مبشر بالخير، وبس لسه ما خدلوش، يعني مش عايز اذكر حد واسيب حد، بس كمثال عندنا في منى زكي، بنوته جميله وممثله جيده، مش معتمده ابدا لا على الشكل ولا، بالعكس معتمده على الطبيعيه والتلقائيه. نعم. في بس طبعا انا مش في دماغي دلوقتي. نعم. بس بالعكس في جيل جديد طالع كويس لو حد اهتم بيه، يعني ما ايه ما يمشوش زي ما احنا كنا ماشيين بدماغنا، يعني في انا ممكن مسلسل اقبله ممكن كان يأذيني. نعم. ما عنديش حد اللي بيوجهني يقول لي اخده ولا ما اخدوش، فاهمه ازاي؟ وما عنديش خبره فماشيه كده عمياني زي ما بيقولوا. نعم. فانا بتمنى ان الجيل الجديد لو يبقى في حد عنده الفرصه انه يوجهه ويبقى جميل. نعم. الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه تحد من قدرات الفنان العربي على الانطلاق والابداع بحريه؟ لا بالعكس، ده الظروف الاجتماعية والاقتصادية وكل الحاجات دي هي اللي بتفجر الفنان انه يطلع اللي عنده سوى من مشاكل او يعني هو يعني بيطلع الروح او اللي الناس عايزة تقوله. نعم. فبالعكس المشاكل دي احنا بنجسدها على الشاشة، لو ما عندناش مشاكل ما عندناش حاجة نجسدها على الشاشة. نعم. فاهمة ازاي؟ نعم. عمل تلفزيوني، ترى هالة صدقي نفسها أنها فعلا قدمت شيء لجمهورها؟ هي السهرة تلفزيونية تحت الملاحظة، إخراج. نعم. أول إخراج للمخرج جمال عبد الحميد، وكانت للأستاذ أسامة أنور عكاش. نعم. قبل أن ننهي هذا اللقاء، الفنانة هالة صدقي ماذا ستقدمين لجمهورك في رمضان؟ في رمضان أنا الحقيقة وقفت التصوير عشان أجيلكم في مسلسل اسمه حكيم روحاني حضرتك، أنا والفنان أبو بكر عزت ورجاء الجداوي وشريف منير والسيد راجي، وهو من تأليفه وإخراج الأستاذ شريف يحيى مخرج السينمائي أو الإخراج له، وإن شاء الله هسجل حاجة بس للإذاعة للأسف ممكن ما تسمعوهاش، حاجة برضو لرمضان أنا والزميل العزيز عزت العلي. ما درجة حبك للإذاعة؟ جميلة وجميلة، يعني عارفة صعبة، أصعب من التلفزيون، أنت التلفزيون عندك بتعبري بوشك بعينيك براسك بحركاتك بجسمك، إنما أنت الإذاعة ما عندكيش غير صوتك، فأنت كل تركيزك بيبقى على الصوت فقط. نعم. فعلى فكرة الإذاعة دي من أصعب الحاجات بالنسبة للممثل. نعم. كلمة حب إلى من تهديها في النهاية؟ كلمة حب وتمنيات للزميلة العزيزة سماح أنور، يا رب تشوفني، بقول لها ربنا معاكي، وإن شاء الله بإذن الله ترجعي لنا بالسلامة، وكل واحد له حد غايب بيرجع له، وأولهم طبعا الأسرة الكويتيين، يعني
يا رب يكونوا حتى شايفيني او واصلين ويتاكدوا ان اهاليهم والشعب العربي الوطن العربي كله بيفكر فيهم ومعاهم، فان شاء الله يرجعوا ومعهم سماح انور ان شاء الله يا رب. شكرا لك هلا صدقي على وجودك في الكويت، على وجودك داخل الاستوديو في حوار النجوم في اخر حلقه. نتمنى لكم في كل الاوساط الفنيه في كل مكان في الوطن العربي النجاح التوفيق الازدهار دائما، وان تتحفوننا دائما باعمالكم الجميله الرائعه. شكرا فعلا من كل قلبي اليك والى كل الفنانين ايضا الذين لبوا النداء وحضروا هنا الى الكويت وكانوا ضيوفا على برنامجنا حوار النجوم. في النهايه شكرا لكل كلمه كتبت في هذا البرنامج او كتبت في حق البرنامج سلبا وايجابا، شكرا لارائكم التي كنا نسمعها عبر التليفون وايضا في كل مكان، شكرا لكم على متابعتكم، نتمنى ان نتواصل دائما ان شاء الله في برامج قادمه، اشكر كل الفنانين ايضا الذين لا تشاهدونهم ولكنهم خلف الفنيين خلف الكاميرات وايضا داخل الكنترول من مصورين ومن ايضا فنيين فني اضاءه وفني تصوير وفني صوت، المخرج باسل يحييكم وكذلك كل الاخوان يتمنون لكم أن تكونوا أيضا في رمضان مع برامج تلفزيون دولة الكويت. تحياتي إليكم، شكرا لكم ومع ألف سلامة.